إن الذي بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، والذي أنزل عليه الكتاب شفاء لما في الصدور، بيّن لنا الداء وبيّن لنا الدواء في هذه المسألة العظيمة، ألا وهي إيش؟ الوسوسة. اللهم إنا نعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين شكى إليه الصحابة أن الواحد منهم يجد في نفسه ما يحب أن يحترق حتى يكون حمما، أي فحما، ولا يتكلم به. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ذلك من وساوس الشيطان. وحمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل أن رد كيد الشيطان إلى الوسوسة. هذا داء. فما الدواء؟ أمر عليه الصلاة والسلام أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم، وأن يعرض عن هذا ما كأنه جرى. إذا فعل ذلك وتلهى عن هذه الوساوس رفعها الله عنه. واعلم أن إلقاء هذه الوساوس في القلب تدل على الإيمان الخالص. انتبه يا أخي، أقول اعلم أن إلقاء الشيطان الوساوس في القلب تدل على الإيمان، وأن الإيمان خالص. لماذا؟ لأن الشيطان قال لله عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فإذا كان قلب الإنسان صافيا وإيمانه صريح، هاجمه الشيطان بكل قوة من أجل أن يهدم هذا الإيمان الصريح، من أجل أن يهدم هذا الإيمان الصريح، فيلقي في قلبه الوساوس لعله يركن إليها بعض الأحيان، ولكن يجب أن تحاربها وأن لا تركن إليها وأن لا تهتم بها. وإني أعلم علم اليقين أن هذا الذي يجد مثل هذه الوساوس في قلبه لو أنك أمسكت وقلت يا فلان هل تعتقد كذا وكذا مما يوسوس به، ماذا يقول جماعة؟ لا، قال أبدا، أعوذ بالله، وأنا منها فررت، لكن مش أسوي. يقول الحمد لله ما دام هذه عقيدتك فإن هذه الوساوس لا تضرك أبدا، ولكن استعمل الدواء. والدواء مركب من عقارين، وهما الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والانتهاء الإعراض. لا تستمر، لا يستجرينك الشيطان، والله إن الشيطان أذل وأخص وأدنى من أن يؤثر على قلب المؤمن إذا استعمل المؤمن ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والانتهاء عن هذه الوساوس. انتبه يا أخي، أفهمتم؟ طيب، ذكر لابن مسعود أو ابن عباس أن اليهود افتخروا على المسلمين، قالوا أنتم أيها المسلمون توسوسون في الصلاة. وش معنى توسوسون في الصلاة؟ يعني من يوم يدخل الإنسان بالصلاة تتكايس عليه إيش؟ الهواجيس والوساوس، يضرب الدنيا من أقصاها إلى أقصاها، في هواجيس في أشياء ما لها قيمة، ولا لا؟ معنا؟ أتحسون بهذا؟ طيب، كان اليهود يقولون للمسلمين أنتم توسوسون في الصلاة، تضربون الأرض طولا وعرضا والسماء أيضا. نعم، وهم يعني اليهود لا يوسوسون في الصلاة، من يوم يدخل الإنسان في صلاته خلاص ما يفكر في غيره. فقال ابن مسعود أو ابن عباس صدقوا، وما يصنع الشيطان بقلب خراب. صحيح هذا ولا لا؟ قلب خراب ما في فائدة، الشيطان ما يجلمه، منتهي رايح. إنما يأتي الشيطان بالوساوس لقلب صريح سليم حتى يدمره. هذه الوساوس ابتلي بها الناس كثيرا في عصرنا، وسببها والله أعلم
أن كثير من الناس يجهل ما جاءت به السنة من الأدواء والدواء، وأيضا كثير من الناس لا يستعملون الأوراد الشرعية كقراءة آية الكرسي، فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. المهم الغفلة عن الأوراد الشرعية ونقص التوكل على الله عز وجل والجهل تحصل في هذه الوساوس، فعليك بالعلم المضاد للجهل وبالأوراد المضادة للغفلة حتى يسلمك الله. يوجد أناس قد يضيق عليه الشيطان تضييقا عظيما حتى يقول أنا استريح، أريد أن استريح أفعل، يعني مثلا يلقي الشيطان في قلب الإنسان أو في فكر الإنسان أنه أحدث وهو متطهر، أيقع هذا منكم أو لا؟ جواب هش، يقع ولا يقع؟ يقع. طيب بعض الناس إذا ضيق عليه الشيطان بهذا الشك خلاص إذن يفسو، الفسو معروف عندكم ولا غير معروف؟ يعني يخرج الريح من دبره علشان إيه؟ علشان يستريح ويتوضأ، يتوضأ. هل هذا علاج؟ أجيبه لا، مو علاج. العلاج ما قاله الطبيب محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، خلاص يطلب الشك ولا يلتفت اليه حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. طيب انسان يضيق عليه الشيطان وهو في صلاته يقول للثلاث ما قرات الفاتحه، انك ما قرات الفاتحه، أو يقول ما كبرت تكبيرة الإحرام، فيقول بلاش هونا عن الصلاة أكبر مرة ثانية جديدة، فإذا كبر ومشى شوية نعم قال له الشيطان تراك ما كبرت تكبيرة الإحرام، قال إذن خلاص اقطع الصلاة، قطعها وكبر وهلم جر حتى ربما يبقى إلى أن يخرج الوقت وهو لم يصلي، نسأل الله العافية. ما هو الدواء؟ أن أطرح الشك وأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأمضي في صلاتي. يوجد بعض الناس يضايقه الشيطان في طلاق امرأته، في طلاق امرأته، حتى إن بعضهم يقول لنا يستفتي يقول كل ما فتحت المصحف قلت إني طلقت زوجتي، كل ما كلمت واحد قلت إني طلقت زوجتي، ويبقى الشيطان معه أنت مطلق قد ما طلقت أنت مطلق، في النهاية يقول بستريح وش أفعل وش أفعل، يطلق يقول امرأته طالق والحمد لله واسترحنا، بعدين يجي يسأل يقول وش تسوي، راجعها أول مرة ما يخالف راجع الواحد راجع، بعدين جاءه الوسواس فماذا يكون؟ يقول استرح طلق، طلق الثاني ثم راجع جاوز الوسواس مرة ثالثة، ماذا يصنع؟ يطلق، يطلق حتى تبين منه امرأته. وأقول يا أخواني طلاق الموسوس لا يقع، الإنسان الموسوس لا يقع طلاقه حتى لو صرح وقال يا بنت فلان ترى طالق، لأنه طلاق عن إرادة ولا عن غير إرادة؟ إيش؟ عن غير إرادة ملجأ. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا طلاق في إغلاق، يعني أن الطلاق الذي أغلق على صاحبه لا يقع. ولهذا كان القول الراجح أن الغضب الشديد الذي يفقد الغاضب فيه عقله ولا يتحكم بنفسه لا يقع معه الطلاق، وكذلك الوسواس.